صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو السبب في أن السلف عليهم رحمة الله شددوا في بعض قضايا العقيدة مثل العلو ورؤية الله تعالى في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ ما شددوا يا أخي، لكنهم اتبعوا ما أنزل الله وآمنوا به وردوا على من أنكر ذلك وألحد في آيات الله، ولا يسمى هذا تشددا، وإنما يسمى هذا تمسكا وإيمانا بما أنزل الله. خلونا من التشدد، قولوا هذا تمسك بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم.